طابت أوقاتكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أرافقكم اليوم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عبر الخط الأخضر. قصص ومواضيع متعددة ومتنوعة بانتظارنا، ونبدأها بما جلبت لنا الزميلة زينب أمارة من تسليط للضوء على المناخ العالمي الذي تصرف بجنون في العام المنصرم، انعكاسه على المناخ المحلي، شح الأمطار والفلاحين المتضرر الأول. نسبة الأمطار لهذا العام في البلاد آخذة بالانخفاض. دخلنا فصل الشتاء منذ مدة، لكننا لم نشم رائحة الشتاء بتاتاً، والأسباب عدة، من عوامل الطبيعة والتغيير المناخي الذي طرأ. خبراء الأرصاد الجوية أعلنوا هذا العام بأنه عام قحط وجفاف، مع انخفاض منسوب الأمطار في البلاد. هناك عدة أسباب. أحد الأسباب هو أسباب ارتفاع درجة الحرارة الكونية، بحيث أنه معدل ارتفاع درجة الحرارة الكونية 3 درجات حرارة اللي موجودة في العالم، وهذا سبب اللي يؤدي إلى هروب الغيوم من منطقة إلى منطقة، وعمليا هطول الأمطار في مواقع غير على اليابسة غير على البلاد. إنه كمية الأمطار في العالم هي عمليا متساوية سنويا، ولكن توزيعها يختلف من موقع إلى موقع. سنة 2011 ربما تكتمل 7 سنوات العجاف الذي هناك شح في الأمطار، وهناك نوع من توقعات أن العام القادم سوف نستأنف حال أن يكون هناك هطول الأمطار كما كان بسنة 1990-91، حيث كان موسم عالي للمياه. أكثر المتضررين من انحباس الأمطار هم شريحة المزارعين. الأمطار انحبست والمنتوج الزراعي انخفض بشكل ملموس. المزارعون باتوا يخشون زراعة أراضيهم خوفاً من تكبدهم خسارة مالية لا يجدون تعويضها من أي جهة، وبالتالي فإن المنتوج يقل، أما الأسعار التي تصل للمستهلك فترتفع في السماء. هذا الموسم إحنا لازم يكون في علد وفي خبيزة وفي عوينة، هذا بسوي فطير الناس من قلت لما ظرفش ما طلعش لحد أسفش، يعني كل سنة يبقى ملان من الناس تنزل تبقل عالسهل وتوكل وعلت وخبيزة، لأنه قليل الأمطار وتعوق السنة المطر كثير، شهر يعني تعوق، كانش في مطر شيله وعجا متأخر، وهذا الشهر هو معتمد عليه بالنسبة للصيف للخضرة وللشجر. صحيح أنه عمليا الآية الكريمة تقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، المياه هي تشكل أساس للحياة، ولكن كل الصراعات على المياه في العهد الجديد اليوم في العقد الأخير في عهد العولمي هي تؤكد على أن إدارة المياه هو الأساس وليس عملية فقط قدرية المياه. وهذا يعني أنه عمليا الدولة، دولة إسرائيل التي تتباكى عن شحة الأمطار، هي تستطيع أن تدير كمية المياه، أن تحلي مياه البحر كما هو موجود في دول كثيرة من العالم، كذلك يمكن أن تديرها بشكل عادل. جبل الكرمل كغيره من الأحياء والبلدات الفلسطينية شهد تطهيراً عرقياً مبرمجاً. عدد من الفلسطينيين يعتبرون انتقالهم إليه تحريراً لبيوتهم التي سلبت عام النكبة. عدد العرب مقابل اليهود الساكنين فيه آخذ بالازدياد رغم فتاوى الحاخامات العنصرية التي تدعو إلى عدم إسكان العرب وبيعهم العقارات في البلدات والأحياء اليهودية. موضوع نناقشه وضيفنا المحامي أيمن عودي سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. أهلا بك سيد أيمن. أهلا بك. دعنا بداية نشاهد التقرير الذي أعدته الزميلة ربا حمدان، ومن ثم نعود إلى الحوار إليه. جدي تهجر بال48، أخذ أولاده وتهجر للبنان، ومن هناك تسلل ورجع واستعاد البيت مع أنه كان يسكنه عميان من الجيش الإسرائيلي، فتحمل كثير وصبر وحرر البيت، بفضله إحنا موجودين اليوم بالكرمل.
الكرمل في حيفا، فهو المرتبط بالوجدان الفلسطيني أينما كان. شهد الكرمل طوال عشرات السنوات عملية تهويد مبرمجة، وتم تفريغه من أغلبية سكانه العرب. الكرمل كان يسكنه عرب كثير قبل 48، وأحد الأمثلة هي بيت أهلي، بيت العيلة اللي جدي بناه قبل قيام الدولة وما زلنا نسكن فيه. وفي أكم من بيت حوالينا لأن بيوت عرب، اللي كانت بيوت عرب لسوء الحظ ما اليوم يسكنها ناس اللي هن مش أصحابها. بيت أهلي وكتير كتير حلو، موقعه حلو، كان بالزمانات وادي وطبيعة وخضار. اليوم هناك محاولات لقلب المعادلة. عدد السكان العرب في الكرمل يزداد، جزء من العائلات العربية وبالذات الجيل الثاني والثالث ما بعد النكبة عادت إليها بعد غياب سنوات. حنان كيوان أصلها من مدينة حيفا، ولدت في مدينة أم الفحم وعادت إلى حيفا بعد سنين متمسكة بكرملها وبجذورها. إحنا حبينا نسكن في الكرمل، الكرمل برمز كتير لإلنا طبعاً، عدا عن وادي النسناس، أمي خلقت هناك وعمامها وجدودها كله خلق هناك. لحكي لنا عليها سيدي وستي وخالي وخالتي وأمي، حكولنا عليها. فبلشت أطلع إنه ليش؟ طب ما هي لإلنا. بلش في عندي من جوا إحساس على الإيجابية وجودنا انتقالنا لحيفا، في إنه إحنا لازم، أنا برأيي لازم كل حدا بيفكر في إنه حيفا، حيفا ويافا وعكا وصفد، صفد مع إنها صار مسكر عليها، قدي بيقدروا ينتقلوا ويجوا لهون. أنا بشجع كل ما سكن عرب أكتر وين ما كان، مش بس بالكرمل، هو لصالحنا يعني. وأنا كمان بأيد التعدد اللي بسموه المالتي كالتشرال، يعني واحد يكون عنده تعدد جنسيات أو تعدد ثقافات. فبالنسبة لي بيصير هذا الإشي لما أنت بتسكني بجيرة ناس اللي هني بيختلفوا عنك، ففي إيش تاخدي منهم، في إيش تعطي كمان. أنا عن طريقي بقدر أوصل للجار اليهودي مفاهيم الشعب العربي، مفاهيم العيلة العربية. أول ما سكننا هون كان الإشي حلو، رحبوا نقول أهل العمارة، كان في عنا جيران بس لحالهن عرب. يعني في عندي جارة اللي عرفت إنه عرب، بلشت الطاولات والكراسي كل الليل والنهار تخبط، كل الليل والنهار لحد الساعة واحد ولحد الساعة تنتين في الليل. مرقناها ما كانش مشكلة، بضل إني أنا تحجبت. لما تحجبت وشافوني صار نقزة شوي، يعني بلشوا كأنه يحطوا يعني حد، لحد ما تعاملوا كمان مرة معي ولقيوني إني أنا نفسي هي حنان تعامل بالعكس. حتى صار كمان الأشياء كتير أحسن من أول في العلاقة بين، لأني أنا درست الدين طريقة أوضح من اللي أنا من إني أنا مش بس مسلمة وانتهى الموضوع، لا، أنا درست الإسلام بالطريقة الصح لكيف أنا أقدر أتعامل مع جيراني من عدة زوايا، إن كان من غير ديني أو من ملي تاني أو أي إشي كان. إنسان لإنسان، الوضع السياسي بيطمنش، فحطوا إنه كل واحد غطى شعراته إنه كان عنده عقل وطار برأيهن هني، مع إنه مش هيك. وبتعرف الموجة هاي، الإرهاب ومش الإرهاب وأبصر إيش، مع إنه اليوم حتى واحدة اللي هي مش محجبة بس إنها عربية بالنسبة لهم نفس الشيء زيهن زي. فأنا شخصياً من الناس اللي بتعتز بكونها من سكان حيفا، من سكان الكرمل. دائماً لما عندي ضيوف بحب أزورن بيت أهلي، بيت العيلة، أخذن على شارع صهيون اللي هو تابع لعمتي، اللي سمي عائلة عمتي اللي تهجرت، أو شارع الخوري عمتي الثاني. فبالنسبة إلي هيك بعرف العالم
على تاريخنا، على وجودنا هون، وإن شاء الله نضلنا هون. كأنه منادى يعني من خالتي وسيدي وستي إنه رجعوا حيفا عربية، أو رجعوا حيفا فيها العرب، لأنه حيفا حيفتنا، فلسطين فلسطيننا، وحيفا حيفتنا، ويافا يافتنا، وعكا عكتنا، من شمالها لجنوبها إن شاء الله. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام وإلى ضيفنا لهذه الحلقة المحامي أيمن عودة، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. أهلا بك سيد أيمن من جديد. أهلا بك. نعم أيمن، أنت أيضا بالصدفة من سكان حيفا وحيفاوي أيضا، إلى ما تعزو أسباب انتقال الكثير من الشبان العرب في حيفا إلى أحياء ذات أغلبية يهودية؟ يعني بتقديري أن الأمر بالأساس فردي وليس جماعيا، أي أنه ليس من الصحيح وليس من الموضوعي أن نقول أن الناس تذهب هناك من منطلق أيديولوجي أو من نعم. أجل تحرير نعم. أماكن. هي قصة فردية، قصة هذه بتقدير هذه نعم. هذه قصة فردية تخص كل شخص. هذا يرتبط أيضا بمستوى المعيشة، فعندما يتحسن الوضع الاقتصادي للناس بشكل عام تذهب حيث الرفاهية، حيث الأماكن الأكثر جودة. ومن الواضح أن الأماكن في أعالي الكرمل والتي تطل على بحر حيفا الجميل هي أماكن أغلى وفيها من جودة الحياة ما هو أفضل من الأحياء نعم. الفقيرة في أسفل الجبل. نعم، هل ممكن يعني أن نعتبر أن هذا الانزياح، إذا ما اعتبرناه، أو يعني هذا الانتقال يعني جاء لأسباب ربما فقر الأحياء العربية في حيفا كوادي النسناس والحليصة، أو لنقل ليس فقرها بالضبط ولكن ربما ما تعانيه من مشاكل يعني وهي معروفة؟ بالطبع واضح أن الأحياء العربية في حيفا هي مثل البقع السوداء في الثوب الأبيض الجميل لمدينة حيفا. نعم. وعادة الأزواج الشابة تسكن في الأحياء على ساحل على الساحل او على اسفل الجبل، وعندما يتحسن الوضع الاقتصادي لهذه العائلات فانها تتدرج عاليا اكثر واكثر، وبهذا كلما امتد الوقت اكثر تصبح الاحياء العاليه على راس جبل كرمل احياء اكثر عربيه واقل يهوديه. للاسف الشديد نتيجه للعنصريه، عندما يسكن عربي في عمارة فإن اليهودي يبدأ بالبحث عن عمارة أخرى، وبهذا فالعرب يتسلقون على الجبل رويدا رويدا واليهود يذهبون إلى أماكن أخرى. نعم، طيب أربط هذا الموضوع بقضية فتاوى الحاخامات التي صدرت مؤخرا، وعلى رأسهم حاخام صفد الذي دعا إلى عدم تأجير البيوت وشقق السكنية للعرب، وعدم بيع هذه الشقق أو العقارات بشكل عام للعرب في البلدات الإسرائيلية واليهودية. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ أنا أقرأ هذه الفتاوى كعارض وليس كالمرض الأساسي، لأن المرض الأساسي موجود بالأيديولوجيا الصهيونية. نعم. فهؤلاء يتحدثون عن هذا البيت وذاك البيت. الأيديولوجيا الصهيونية تحدثت عن تطهير عرقي ومارسة التطهير العرقي. الممارسة الصهيونية تتحدث عن تهويد الجليل وتهويد النقب، وليس هذه الشقة أو تلك الشقة. قبل أسبوعين فقط الكنيسة اتخذت قرارا بأن الذي يريد أن يسكن في ما يسمونه باليشوف أي البلدة فهو يجب أن يكون صهيونيا أو أن يوافق على اعتبارات صهيونية معينة وليس فقط يهوديا يعني. بالطبع، أي أن المشكلة هي ليست في هذه الشقة أو تلك، هي مشكلة على الأرض. الرؤية الصهيونية تقول أكثر ما يمكن من الأرض وأقل ما يمكن من العرب، وفتاوى الحاخامات هي تفصيل صغير ودقيق ضمن هذه الأيديولوجيا الواسعة والرسمية والمؤسساتية في دولة إسرائيل. نعم، طيب واضح. يعني أسأل سؤالا بشقين، ما هي برأيك تأثيرات أو انعكاسات هذه المواقف، مواقف الحاخامات بالتحديد، على الشارع اليهودي من جهة؟ يعني هل استوعب هذه التصريحات أم لا؟ وعلى الجانب أو الشارع العربي من جهة أخرى، هل نعتبره غير مكترف أم أنه ربما غير أو أم أنه متردد فعلا يعني، وربما يتوقف أصلا عن أن يفكر في أن يسكن في بلدة إسرائيلية أو يهودية؟ أنا لا أعتبر تصريحات الحاخامات هي تغيير نوعي
في الرؤية أو الممارسة الإسرائيلية. فمنذ كنا شباب في جيل الشباب الأول ونحن نذهب إلى هذه الجامعة وتلك ونعرف أن هنالك من لا يؤجرون للعرب وغيرها من الأمور، ولكن ما يحدث الآن هو تراكم إضافي في العنصرية. هل هذا سيؤثر؟ بالطبع سيؤثر. هذه الحكومة تعمق الفجوات بين العرب واليهود، تؤلب الرأي العام اليهودي ضد المواطنين العرب. هذا الأمر بالطبع لا ستكون له انعكاسات شديدة وتأثير على مكانة وعلى إقامة المواطنين العرب، وطبعا هذا سيضيق الحيز الهامش ما تبقى من الهامش الديمقراطي والمعيشي للمواطنين العرب في وطنهم. نعم. طيب أنت كمحام، يعني طبعا معلوم أن الآلة القانونية الإسرائيلية أو آلة المشرعة الإسرائيلية يعني أصبحت تتصرف فعلا بجنون، ولكن هذه التصريحات أو المواقف هل لها أن تصار برأيك إلى قوانين؟ هل لها أن تقونا وتخرج عن سياق كونها فقط تصريحات؟ القانون الإسرائيلي هو قانون متلون، هو قانون متذبذب، هذه هي الكلمة، أي أنه يجيز الحقوق الفردية هنا وهناك للمواطنين العرب، ولكنه لا يتعدى على البعد اليهودي للدولة، أي أنه لا يجيز البعد الجماعي القومي للمواطنين العرب، أي أن هذا القانون الذي يشرع عمليا تهويد هنا وهناك ويشرع قضية يهودية الدولة، حتى أن القاضي الذي يعتبر علمانيا في إسرائيل أهرون براك الذي يعتبر مؤسسا في القضاء الإسرائيلي، عندما عرف كلمة يهودية الدولة ذهب إلى مناحي دينية، مثل أن دولة إسرائيل يجب أن تتبع أخلاقيات أنبياء إسرائيل ويجب أن يكون التوراة هو الكتاب الرئيسي لدولة إسرائيل، أي أن القانون ربما سيعترض على هذا التمييز الفردي في قضية عينية في شقة عينية، ولكنه بالطبع لن يتجاوز البعد اليهودي لدولة إسرائيل وتهويد المكان وتهويد الفضاء وتهويد الحيز العام. نعم. طيب في حال يعني قوننت هذه التصريحات وهذه المواقف أم لا، يعني بطبيعة الحال نحن في مواجهة وفي صدام مباشر، يعني ما هي الآليات الأمثل برأيك من أجل مواجهة هذه المواقف؟ يعني الأداة القانونية ممكن أن تفيد عينيا تجاه هذه القضية العينية، ولكن من أجل تغيير جذري في الدولة فلا بد من نضال سياسي وليس نضال قانوني. نعم. لأن هنالك مقولة مهمة في إسرائيل تقول بالتضام. أن القاضي يعيش بين ظهراني شعبه. نعم. أي أن القاضي لا يمكن أن يخرج عن إجماع شعبه ولا بأي شكل من الأشكال، وإلا لفقد الشرعية داخل شعبه. لهذا فالمعركة الشعبية أنا برأيي يجب أن تكون ضمن الجماهير العربية وإلى جانبهم قوى ديمقراطية يهودية، أن يناضلوا معا ضد هذه القوانين من أجل تغيير الرأي العام الإسرائيلي. نعم. ومن ثم القضاء. نعم. ونحن إلى هنا نشكرك المحامي أيمن عودي سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على هذه المشاركة، يعطيك العافية. ونحن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى قضية أخرى وإلى بعض الموسيقى التي تبعث بها الفنانة سلام أبو آمني إلى القدس، جولة عروض تحت عنوان للقدس سلام في تقرير الزميلة زينة عدوي. يا ثوار الأرض، يا ثوار الأرض، الأمسية بتحمل عنوان للقدس سلام، وهي سلسلة عروض رح تبلش من مدينة الناصرة ورح تطوف كتير مدن مختلفة في عنا في الداخل وفي الضفة، رح تطوف شفاعمر وسخنين وطول كرم ورام الله والقدس وقلنسوة، يعني عرض ملتزم، عرض فني ملتزم، رح أقدم فيه مجموعة كبيرة من الأغاني الملتزمة اللي بتلامس قضيتنا وجعنا كفلسطينيين. بتمنى عن جد أن تكون رسالة حلوة عن طريق الفن نقدر نوصل هم شعب اللي لا يزال يعاني من الاحتلال ومن الحصار. عم صرخ بالشوارع، شوارع القدس العتيقة، خلي الغنية تصير عواصف وهدي، يا صوتي ضلك نحاول عن طريق الأغنية الملتزمة
انه نحكي جروحنا ونلامس الصميم اللي احنا عم نعاني منه اليوم. ولا شك انه طبعا احنا بنحاول قد ايش بنقدر انه كمان ندعم اهلنا في الشيخ جراح وسلوان بريع قسم كبير من هاي الامسيه. اليوم الغناء والفن هو طبعا ممكن يكون اشد من سلاح، ممكن يوصل كثير للناس بطريقه حلوه وطريقه راقيه. لاجلك يا مدينه الصلاه اصلي، لاجلك يا بهيه المساكن يا زهره المدائن يا قدس السلام. يمكن أخذت أكثر من اتجاهات. القدس السلام طبعا، القدس كمدينة تاريخية ومدينة اللي هي محور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي القضية اللي احنا بنحارب عليها، وكل قضية التهويد وقضية الطرد من البيوت والاحتلال. القدس السلام هي أجت كبرنامج كدعم لأهلنا في سلوان في القدس، تهويد تهديم البيوت، وراح يتم ريع من الحفل لأهلنا في القدس. هي أمسية وطنية ملتزمة للفنان سلام أبو آمنة، اللي راح كمان نعرض فيها أغنيتين خاصات لسلام، أنا من هذه المدينة وشو ما صار يصير، اللي من كلمات الكاتب مصطفى عاطف قبلاوي وألحان سلام أبو آمنة. شو ما صار يصير ببلدي، شو ما صار يصير، لازم ضلوا أحكي لولدي عن حلم التحرير. شو ما صار يصير ببلدي، شو ما صار يصير، لازم ضلوا أحكي لولدي عن حلم التحرير. شو ما عملوا مش حتغفر، وعد الأرضي ما بيتغير. ما عملوا مش حتغفر، وعد الأرضي ما بيتغير. شو ما صار يصير ببلدي، شو ما صار يصير. قررنا نعمل شو ما صار يصير ببلدي، احنا مش راحلين، ومن هون طلعنا بالكلام. سلام ما كانتش بتلحن اصلا، فبالاول بس سمعت الكلام قد ما تحمست له قالت انا اللي راح الحنه. بيوم واحد بالضبط اتصلوا لي ثاني يوم قالوا لي سلام لحنتها وتعال عندنا اسمع. بلشنا حتى عرضناها على موزعين من مناطق السلطه الفلسطينيه، وما عجبناش انه احنا لكان الغناي هالقد سمبل، يعني كثير بسيطه ولازم تفوت من تطلع من القلب وتفوت على القلب. ومن هون كمل المشروع والحمد لله، يعني كان في جدا رضا كبير بين الجمهور، يعني صادفته برا. نقول الله يوفقها، وهن يعني هي يعني لفلسطين بتغني وغناني فلسطين، وهي اختها دلال كمان بغني لفلسطين، والله الله ينجحهن ويوفقهن ان شاء الله ويرضى عليهن. هذا واجب علينا، لازم يكون موجود إلى جانب الغناء اللي ببعث للأمل والحياة. بنحكي عن أفراحنا كمان، لازم نحكي عن أحزاننا ونضلنا متذكرينها، فواجب الناحيتين يكون موجودين بحياتنا. أنا من هذه المدينة، أنا من حوارها الحزينة، أنا من شرايين بيوت الفقر، أنا من قلب الثنيات حصير. فأنا بقدرش، يعني مش مبالغ، أنا بقول إنه ثلاث مرات كان في عن جد حالي بكاء تجتاحني، لأنه هالأغاني إحنا بدنا إياها، وإنه هالقد حضور غفير كان موجود في حفل عرس فلسطيني بس لأغاني وطنية، هاد بيثبت إنه إحنا بعد عنا انتماء لهذا التراب. الأمسية اليوم كانت أكثر من رائعة، عن جد كان إشي كتير حلو وكتير ناجح. والفن الملتزم فن، يعني كل احترام على هيك فن، وفن كتير لذيذ ولازم يكون هيك فن هون يكون موجود، عشان دائما نتذكر انه احنا هون واحنا اصحاب الحق واصحاب الارض كل الوقت، يعني ولا مره ننسى. فلسطيني وارضي عربي،
شعبي بطل الحرية، سمائي وأرضي ومائي، أبي أبي أبي. لعل إيداع جزء من ريع هذا المشروع لبلدة سلوان وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة تشكل آلة حادة برفقة الفن، ولو لمجرد وخز المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تطهير القدس الشرقية وإفراغها من أهلها. ونحن إلى هنا نصل إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج عبر الخط الأخضر. ألقاكم الأسبوع القادم بنفس الموعد. هذه تحياتي أسماء عزيزي، أراكم على خير.